هذه ما فازكاش حيت مشينا هما باش تكرم يعني تكرم يا الجمعيه عبر ياسين حنايا ملي كيهرب الحرب كندخلوا ليها تقريبا حتى التل هنا كندخلوا لها تقريبا شي متر ونص تقريبا كندخلوا لها 90 سنتيم اون فونكسيون دا بارامتر فيزيك نومي لا بروفوندور عبر تصورك النهار تصوري 600 تصوري 800 تجي تصير من على وليداتك ولكن هذيك طاحه لي كتخرج من 7 المواد يعني 7 المواد تجي من هذا الشيء كلشي دوي من هذا من هذا الطاحه اللي هي بتتكون دابا اصلا حنا كنخدم ما كانت كتشوفي شلاش كندخلوا للماء تيوصل لنا حتى كان نتفى بيدينا ملي كان نتفى بيدينا حنا العيال اما هذه راه مش طحالي طحالي صغيره سمعتي هذيك كيدخلوا لها بالكسوه كيدخلوا لها بالكسوه كيدخلوا لها البلونجور كيديروا لي اتاب دو سوليك اي لا فوتو سينتيز باغ كونت ال اي دون لي بروفوندور دو لو ماشي شتي عاد دابا هكا لا صافي بغيتو الفاز كاع راه سيرو هي دابا هاي نشرناها باش تكرم يعني تكرم يا الجمعيه عبر ياسي شهر 7 وهي خلصت شهر 4 بغيتي تصوري طحالي برا لي دابا هذه الطيبه هذه على بوعني شحال من عمرك كتبقى ودابا حنايا ملي كيهرب البحر كندخلوا ليها تقريبا حتى التل هنا كندخلوا لها تل شي متر ونص تقريبا Merci madame pour les informations. Chokran bzaf ala al ma3lumat al qayyima li atatina. On a dit que les algues sont réparties en fonction d'un paramètre physique nommé la profondeur. D'accord? Donc c'est pour cela on trouve des couleurs différentes des algues, c'est en fonction de la luminosité et de plusieurs caractères physico-chimiques, d'accord, qui déterminent leur répartition. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? شنو كنستافدو من هادشي؟ نمشيو نصيرو منها كتعبري تصورك النهار تصوري 600 تصوري 800 تجي تصيري من على وليداتك ولكن ما بقاوش كيخلصونا في الجد في البلاصة ولاو كيخلصونا حتى عبرونا في شهر 7 خلصونا حتى شهر 4 وهاديك الربيعة طحاليب هادي عام طيبة كاين طحاليب دابا غتبدا في شهر 7 هاي عبرها هنا فازقة إلا قدرتي تجي تشوفها تجي تشوفها سمعتي هاديك كيعبروها خلصها في البلاصة هذيك كيعطيوهم 10 ايام في شهر 7 و10 ايام في شهر 8 صافي دابا هادو القانون الاول عندنا حنا كنبقاو خدامين هادي حتى لشهر 9 فشهر 9 كنبقاو نخدمو نجمعو فيها نجمعو حتى نكرمو مزيان وعاد كنعبروها ليه المهم كنعبرو في شهر 7 دابا من كيدخل شهر 9 ثاني كنخدموها والخلاص ما كاينش بلاصه كاين حتى شهر 4 ولا شهر 3 وكنعيشو منها باش معطى الله المهم اللي ما عندوش راجل خدام وما عندوش وليدات خدامين راه حنا عايشين الناس العائلات كبار في الدنيا وهذا هذه هي الحرفه ديالنا ديال اما ديك البلونجور شويه كيستافدوا كيدخلوا في شهر 7 كيستافدوا شويه كيخدموا مزيان حيت في البلونجور كيدخلوا كيصافي كل شيء دوي من هاد من هاد الطحاليب كيطحنا كيديوها حنا المهم كيقولوا لينا كيديوها دابا كينقوها مزيان كيديوهم هنا منقيه كيطحنوها ملي كيطحنوها قال لك يطبخوها ملي يطبخوها عاوتاني يخرجوا الخشب عاوتاني حتى هو يطبخوه مزيان يدبقوا عاوتاني يخرجوا من السائل هذيك الطحالب كتخرج من 7 المواد يعني 7 المواد اسمي مش هادي حتى هي كيخرج من شي 6 ولا 7 المواد حتى هي بحالها هادي كتعمر كارنه ب 70 ما بزز زادونا 10 ولا 80 كتجمعيها تبقاي تجمعي بحال كتجمعي شي 100 كيلو ولا 200 كيلو تخدمي فيها شهر 5 وشهر 6 وشهر 7 وشهر 4 تا هو عاد تعمر لا تكنيك اللي كديري باش تتبقى كبيرة دابا اصلا حنا كندخلو الماء كانت كتشوفي شلاش كندخلو للماء تيوصل لنا حتى لهنا كنتفى بيدينا ملي كنتفى بيدينا حنا العيال العيال حنا مشنوعين لهذه انما كنتفى حنا هذه سمعتي صغيره الشارع كيهبط هذه اللي طويله راهي الطحالب هذيك هي سميتها الطحالب اما هذه الطحالب بحال دابا هذيك هذه النمره جوج وهذه النمره واحد
هذيك كيقولوا لي انا مره زيرو مهم صغيره سمعتي كلشي كيجيبوا من تيهرب البحر هذا كندخلوا ليه والاخرى ملي كيكون البحر عامر كيدخلوا ليه يصوروا على الدراري ولا الرجال كيديروا ماسك وكيديروا مسول فهمتي شي هذا الربيع هادي كيهبطوا ليها العيالات دابا كيديروا صباط كتشوف اللي لابسه انايا ملي كيهرب البحر كندخلوا الماء لهنا كنهبط كنتكاو كنطفى بيدينا ونديرها في خنشه اما هادي شنو على العيالات كيخدموا بها في يديهم هذيك حتى هي الاخرى كيخدموها بيديهم برا ملي كتكون هاربه البحر فهمتي والاخرى هذيك الطحالب اما هادي راه مش طحالب طحالب صغيره سمعتي هذيك كيدخلوا لها بالكسوه كيدخلوا لها بالكسوه كيدخلوا لها البلونجور كيديروا ماسك ويدخلوا داخل في عمق البحر سمعتي هذيك شكون غير فهاد الشوط طحالب الاخرى راه هي منشره اما هذه راه كيدخلوا لها العيالات هذه ديال غير الشنقير اللي هنا ملي كيهرب ملي كيهرب البحر كيبان بحال الزهر ديال الشنقير هذا اللي كاين هذا ملي كيهرب البحر مزيان كندخلوا له ولا كيرا كتدخلوا لها في الماء ماشي طلق تاع فوق الشنقير راه كتدخلوا لها في الماء كتشوفوا لها باسه حتى شي كان في الجهه ديال البحر هذا كاين حتى العيالات اللي غتصوا عليها يعني سوف donc ils sont répartis en fonction de la profondeur dans la mer bravo est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer la différence de la couleur oui madame c'est à cause de la photosynthèse la couleur verte elle est atteinte du soleil et à la photosynthèse par contre elle est dans les profondeurs de l'eau et le soleil n'arrive pas البحر كيفاش تجبدوها كنجبدوها بيدينا لما كتبيعوها كنبيعوها للموالي وليدي حنا ما عارفينش حنا كنجبدوها كيجيو عندنا في شهر 8 كيعبروا كيديو الله علمهم فين كيديوها ما عرفتش شحال كتباع الكيلو كنبيعها ب 80 ريال 80 ريال الكيلو الكيلو عرفتي فاش كتستعمل ما عرفتيش واش كاين فرق في الثمن ديال الكيلو ديال الفازقه والناشفه كاين الفرق شنو اللي غلا كل حاجه تمنها دابا هاد الربيع اللي غادي دابا انا هادي شكل وكاين ربيع اخر شكل كاينين جوج شكل واش تدخلوا البحر العاوق واش حنا ولي حنا وليدي العيالات كنخدموا برا واللي كيعرفوا عمر كيخدموا لداخل كون برا ديال الربيع كتكون شويه لداخل كون برا كاين داخل اللي كاين داخل واش تقدر تفوري الانواع ديالها ها الانواع ديالها كاينه كريده وكاينه حمراء كريده هذه كيقولها كريده كريده اخرى حمراء ميرسي بوكو مدام ميرسي ا فو نتمنى لك صحه جيده باش تداولي المهام ديالك الله يحفظك شكرا